منذ افتتاحه شهد مهرجان البضائح الشعبي في نسخته الخامسة، والذي يقام ضمن عروض الشارقة للتسوق التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إقبالاً جماهيرياً كبيراً على فعالياته وأنشطته المتنوعة. وتقام هذه النسخة تحت شعار عراقة التراث وأصالة العادات والتقاليد. طبعاً تقوم اللجنة المنظمة بإعطاء الأسر المنتجة المحلات بدون مقابل، وتقوم أيضاً بدعمهم بشراء المنتجات الموجودة ودعمهم بالنصائح وكيفية استغلال الوقت. ندعو الجمهور بزيارة المهرجان والاستمتاع في أجواء هذا المهرجان الشعبي. شاركت الأسر المنتجة من أهالي منطقة البطائح، كان لهم دعم كبير من قبل سعادة رئيس المجلس البلدي منطقة البطائح، وكذلك سعادة مدير بلدية البطائح سعادة عبدالله بن سلومة الكتبي لدعمهم للأسر المنتجة والحرفيات اليدوية من الدعم المادي، حيث أن قامت اللجنة العليا بشراء المنتجات من الأسر المنتجة وتوفيرهم كل ما يحتاجونه من راحة ورفاهية في المهرجان. يقدم المهرجان عدداً كبيراً من الفعاليات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وتم تخصيص المحلات في المهرجان للأسر المنتجة، والذي سيسهم في زيادة دخل الأسر المنتجة بالإضافة إلى دعم أصحاب المهن اليدوية للحفاظ على الموروث الشعبي الإماراتي. والله مثل ما تشوف مهرجان البطائح جبار، يعني ما قصروا فينا، المحلات مدعومة من قبل البلدية، من قبل المجلس البلدي الله يطول عمارهم، وطبعا بدون مقابل، هذا كدعم يعني للأسر المنتجة، ما قصروا ودعمونا بكل الطرق، شو نبى شو ما نبى كله موجود، الله يطول عمارهم ما قصروا. فعاليات متنوعة تستمر إلى 27 من يناير الجاري، ليحظى أفراد المجتمع بفرصة زيارة المهرجان والاستمتاع بأجواء المرح والترفيه والمشاركة في المبادرات والأنشطة المقامة، والتي تعبر عن عبق الماضي وعراقة الحاضر وتطلعات المستقبل. إذن عدنا مشاهدين من جديد، والحديث أكثر حول ما يحمله مهرجان البطائح في نسخته الخامسة من فعاليات وأنشطة. يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح ورئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان. حياك الله سعادتك ونورتنا اليوم في برنامج أماسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء النور والسرور. يشرفني أني أكون ضيف معكم. الشرف لنا سعادتك، الله يحفظك. في البداية سعادتك، لو تحدثنا عن مهرجان البطائح الشعبي، أهميته أيضا ليستمر في نسخته الخامسة. طبعا مهرجان البطائح الخامس الحمد لله تم افتتاحها تحت إقبال كبير من أهالي منطقة البطائح والأهالي وسكان المناطق المجاورة لنا. اليوم مهرجان البطائح هي بعنوان عراقة التراث وأصالة العادات والتقاليد. حرصنا أن ندعم العادات والتقاليد والحرف اليدوية في هذا المهرجان، ونعطيها دور كبير مثل ما احنا داعمينها في كل النسخ السابقة. الحمد لله في إقبال كبير عندنا الأسر المنتجة، السنة دعمناهم لأن وفرنا الأماكن لهم بشكل مجاني، كذلك نشتري من عندهم المنتجات اللي عندهم اليدوية والمنتجات المنزلية. الإقبال والأشياء اللي شفناها جميلة اليوم في المهرجان، أن في خلال لما تشوفين أمة كبيرة عندها حرفة مثل التلي مثل السف مثل الغزل، وتشوفين البنات الصغار قاعدة يتعلمن منها. صحيح. هذا الشيء يعتبر معيار من يعني من معايير النجاح هذا المهرجان. جميل جدا. الحمد لله في عندنا مبادرات طيبة. إن شاء الله غدا راح تكون عندنا مبادرة البطائح تقرأ بالتعاون مع منشورات القاسمي. إحنا ما نبغي نحرق المبادرات ونعلن عنها، نخليها مفاجأة، لكن أنتم تستاهلون
طيب الساعة. تسلم سعادتك. نتحدث اليوم مثل ما ذكرت يعني هناك جدول متنوع وأيضا متميز من الفعاليات في هذا المهرجان. نتحدث اليوم عن توظيف هذه العراقة التراث وأصالة العادات والتقاليد. ذكرت أن صور جميلة مثل تأثر هؤلاء يعني الأبناء بالأمهات والجدات أيضا ونقل هؤلاء التراث يعني هذا التراث عفوا إلى الأجيال الجديدة. نتحدث عن هذا الهدف السامي الذي دائما يعني تسعى إليه إمارة الشارقة بكل مقاييسها حتى يعني يتوارث الابن من الأب وأيضا الجد هذه العادات والتقاليد الخاصة بالإمارة الباسمة وبدولة الإمارات بشكل عام. نحن طالعمت التوجيهات يعني توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسم حفظه الله وأمنا الشيخ الجواهر الله يطول عمرهم إن شاء الله بالحفاظ على الموضوع الشعبي وخصوصا يعني مثل ما تقول الهوية التراثية لكل منطقة. يعني اليوم الحين نحافظ حتى لو في مثل ما تقولين كلمة يعني متداولة في منطقة البطايح احنا نحافظ عليها او عادة من عادات مثلا والتقاليد القديمة وهي موجودة في البطايح نحاول نخليها مستمرة بين ابنائنا وبالتعاون مع ابائنا وامهاتنا. اليوم الحمد لله مثل ما قلت لك اعطيت الصورة من الصور اللي هي بناتنا الصغار قاعدات ويا الامهات الكبار ويتعلمن منهن. كذلك عندنا الحظيره فيها واحد من ابائنا من منطقه البطايح هو يشرف عليها. ما يمر ولد من عيالنا الصغار يقول له تعال انت تعرف تصب قهوه؟ قال له لا تعال يصبون كذا تعرف تصب تسوي كذا لازم تقعد مع الرجال بهذا الصوره تتكلم بهذه الطريقه تسلم بهذه الطريقه. فاليوم احنا نشوف عيالنا قاعدين يتعلمون أشياء من تراثهم من عاداتهم وتقاليدهم من صنعهم الإماراتي وهذا مثل ما قلت هذا نجاح نحن نعتبره. سعادتك اليوم نتحدث أيضا عن هالإقبال الذي كان على هذا المهرجان مثل ما رأينا في الصورة ما شاء الله كان في إقبال جميل على يعني مهرجان البطايح وإن شاء الله يعني الدعوة كذلك نقدمها لكل من يتابعنا اليوم حتى يتوجه إليه أيضا. الحين ندعوكم أنتم وندعو جميع الجمهور أن يشرفنا في مهرجان البطايح استمتع بالفعاليات التي تقام في نهاية الأسبوع فعاليات ثقافية فعاليات تعليمية أمسيات شعرية ومسابقات كذلك للأطفال مسابقات تعليمية وثقافية. عندنا الشاعر الصغير المسابقة التي لقت يعني إقبال كبير من أبناء منطقة البطايح وكذلك هنا ناس أو أطفال يشاركون من برا أو من خارج منطقة البطايح. يعني إحنا سعداء بهذه المسابقة واللي هي مطلوبة منا بعد كل أسبوع الحمد لله إن شاء الله. إذن يعطيكم العافية وكل الشكر والتقدير لسعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطايح ورئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان. يعطيكم العافية وشكرا لك على هذا الاتصال. لكم جزيل الشكر جزاك الله خير. الله يخليك تسلم سعادتك.